إذا ما عدل السيناريو عن جد ما رح تصور؟ حكيت كلمة وما رح أتراجع. لقوا عم يهددوني بالعقود وبالغرامة وبالتعويضات. ورح يدفعوك برأيك؟ إذا دفعوني بدفع، ما في شي بيطلع بإيدي. من وين؟ من اللي جمعناهم. ولحتى يجي مسلسل أو فيلم ندبر راسنا بشكل من الأشكال. ما في شي مجمع. شلون ما في؟ أنا أعطيتك ياهن كلهم. إيه وأنا أعطيتهم للعالم، كان في علي شوية ديون. خلصوا. أنا ليش جمعت المصاري هدول أخي؟ لحتى يبقى راسي مرفوع بالوسط ولحتى أقدر وقف على رجلي. وأنا شو كان بيعرفني يا أخي؟ المسلسل كان ماشي كتير منيح. روحتهم بالقمار ما هيك؟ شو هالحكي بارش؟ الدين هداك دين شو معناته؟ بارش، ليك أنا ما حاسبتك بهالشكل لما كنت أشتغل وأعطيك برو؟ ولا حابب ذكرك بدورات التمثيل؟ لك لا تعمل لي فيها تعذيب ضمير، يلي دفعته على هالدورات من حصتي اللي طلعت لي من أرض أبي، وأنت شو عملت بحصتك؟ لعبت فيهم قمار؟ فلا تجي تعمل لي هدول الحركات تبع فنيت حياتي وعمري كرمالك خلصنا. حلو هيك لكان. ايه هيك طبعا. ايه ماشي. شو عليه؟ شوفي بارش بيك، أنس كجيلي حابب يحكي مع حضرتك. مين؟ رح حولك على البث المباشر، خليك معي شوي. بس دقيقة بس دقيقة بس. شو؟ بارش صباح الخير. صباح النور. موضوع الخناقة تبع حضرتك ورد في سياق حلقتنا اليوم، وحبينا إنه المشاهدين يسمعوا الموضوع من حضرتك. بعتذر منك، أنا هلأ ما عندي وقت. بشكل مختصر، الآن سأريج معنا وعم تقول كلام الصحفية الثانية مو صحيح بنوب. أنا ماني حابب أحكي بهذا الموضوع أبداً لو سمحت. بارش حياتي، الشرطة ما إجوا على المكان اللي كنتوا عم تتخانقوا فيه مبارح؟ وإنت ما أرجيتهم هويتك؟ في كذب بالشي اللي عم قوله؟ أنا أخباري أكيدة. إيه بس أنا ما عم أنكر هذا الحكي أصلاً. طيب ليش ما عم تحكي لنا شو اللي صار؟ جمهورك من حقه يعرف. ليش هذا التهرب؟ مع الأسف اللي ملاحظينه انه جيل جديد من المشاهير كلهم هيك، لما تكون الامور منيحه بيكونوا مزوقين ولبقين كثير مع الصحافه، بس لما يكون في مشاكل بيقولوا لك ما عنا تصريح. انت سالتيني كيف صارت القصه قبل ما تكتبي الخبر؟ بارش ليكنا عم نسالك. بعتذر منكم، انا عن جد ما بدي احكي بهذا الموضوع، بتشكركم وبتمنى لكم حلقه موفقه. شفت شلون؟ بارش ما نو راضي عم يحكي. بس ليك بارش، عيب بحق المشاهدين، انت ما عم تحترم اللي عم يتابعوا مشانك. الموضوع ابدا مو هيك، بعتذر. ما في ارض ورثناها من ابوك، وقت قلت لك هيك حتى ما تنجرح كرامتك. انت شو عم تحكي؟ دورات التمثيل، الايام اللي نطرتها وانت عم تستنى يجيك شغل، انا بوقتها اتدينت من هون ومن هون ومن فلان وعلتان. انسى هذا اللي صار. اخي انا ما روحت مصاريك بالقمار. بدك يكون راسك مرفوع بالوسط ايكون، بس خليني انا يكون عندي كرامه كمان. ما صار لنا زمان بهذا الوضع اخي، ما حلنا نتعود، منرجع لوضعنا القديم. وهالمره اذا ما اشتغلت حداد بلاقي شغله تانية، وانت بتلاقي شغله لحالك، ومن هون لوقتها مندبر حالنا. Thank you.